أدى أكثر من 100,000 فلسطيني صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك، فيما انتشرت شرطة الاحتلال في كافة الشوارع والطرقات المؤدية إلى الحرم القدسي، وأقامت حواجز لعرقلة وصول المصلين إلى المسجد الأقصى. هي جمعة الجهاد الأكبر بعنوان سنمشي تحت شمس جهنم لنظفر بالصلاة في الجنة. فقد آثر 100,000 فلسطيني شق طريق الصعاب والمسافات الطويلة ليتمكنوا من الصلاة في جمعة رمضان الثالثة في الأقصى. استنشقوا الغاز المسيل للدموع على حاجز قلنديا والذي رشقهم به الاحتلال، لكن ملائكة السماء مسكت بأيديهم فتخطوا الحواجز ووصلوه. ارتموا بأرض الأقصى ورفعوا أيديهم للسماء وحمدوا الله بأن من عليهم بهذه الزيارة، فكانت للبعض بمثابة الحلم الذي تحقق. جاي من غزة، جاي أنا جوزي مريض سرطان، جايين على مستشفى المطلع. من كثر ما بدأ لرب العالمين انه ربنا ما يفوت هالمشوار علي ما اصليش في الاقصى. الحمد لله اليوم ربنا حقق لامنيتي. مبسوطه اليوم، ما حدش طايق فرحتي اني اجيت على الاقصى. جبت صبحتي الالفيه من بيتي علشان اخليها تتبارك في الاقصى واخليها تزور الاقصى. هذا واجب علينا، مسجد الاقصى ما نقدرش نتنازل عنه، بدمنا بنفديه. شي بدناش نيجي، يعني الدنيا حار وبكيت خايفة، أما ما شاء الله ما أحلى هالجية، بتشفي هالرحاب ما أحلاها، إشي بفرح الكلب وبثلج الصدر. سعيد كان الأقصى اليوم بلم الشمل الفلسطيني وبمن أتاه ليطبطب على جرحه من أحبابه الذين لا يراهم إلا في رمضان. صدح صوت الأقصى بأدعية ترجو من الله أن يحميه والقدس من شر مكائد الاحتلال وأن يفك كرب الحصار عن غزة، وناشد الفلسطينيين بأن يتوحدوا في صف واحد كما فعل هو، وجمع في صلاة الجمعة الثالثة من رمضان كل فلسطين. أنا من بلدة بركين من جنين، قضاء جنين. طبعا إحنا طلعنا من الساعة 3:30 من بركين. باجي تقريبا كل سنة باجي مرتين، في بس في شهر رمضان بسمحوا لنا لأن منفوت على الهويات من 40 وفوق. والله شعوري إني أنا مبسوط جدا يعني، وطلع هالناس اللي حوالينا ويعني وفرط الأقصى كليات وما شاء الله يعني الحمد لله رب العالمين. أقصى في خطر، وإذا المسلمين ما حطوش كلياتهم بإيدين بعض الأقصى بروح. لا بتأسف على كل المسلمين متخلين على الأقصى كلياتهم، والله الله يحاسبهم كلياتهم. الأقصى الله يديهم الناس. بكت عيون الأقصى اليوم على الزحف البشري الذي شد رحاله إليه، فكانت دموعه بردا وسلاما على المصلين. أيقن الأقصى اليوم إخلاص كل شبر في فلسطين له، فهم وهم وحدهم السد المنيع الحامي للأقصى. من رحاب المسجد الأقصى المبارك، زينة صندوقة، رؤيا.